هذا وأكد معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري على أهمية الخطوة الشجاعة التي اتخذتها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله، والتي تؤكد النهج الصادق الذي تتبعه مملكة البحرين نحو السلام كخيار استراتيجي ليكون المنطلق الأفضل والأسلم لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة وتحقيق السلام الشامل. وأضاف معاليه أن الخطوة التاريخية الشجاعة التي اتخذتها المملكة من خلال إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل ستساهم في خلق أجواء مستقرة لتعطي آفاقا اقتصادية وتنموية رحبة، والتي من شأنها تعزيز فرص السلام في المنطقة بوصفها مرتكزا استراتيجيا. وأعرب معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بأن هذا النهج يؤكد مساعي مملكة البحرين الهادفة لإيجاد أفضل الخيارات الاقتصادية والاستراتيجية، والتي عملت على تأسيسها وإيجاد البنى التحتية الاقتصادية من قوانين وإجراءات وأنظمة قادرة على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية وجاذبة للمشاريع التنموية والاستثمارية.